صباح النور، صباح الورد، اهلا وسهلا، مرحبا بكم اعزائنا المشاهدين وين ما كنتوا داخل وخارج حدود الوطن في موعد جديد من اهلا تونس كالعاده. اذا جمله من اللقاءات، جمله من المواكبات، مواكبتنا لكل التظاهرات تقريبا داخل وخارج حدود الوطن. مرحبا بكم الناس الكل، باش فيسبوك على ذمتكم اهلا تونس. اذا عندكم اي تظاهره او عندكم اي ايفينمون تحبوا تعديوا معنا، مرحبا بكم، مرحبا بكل اقتراحاتكم. نبداو حلقتنا على بركه الله وناخذوا فكره على اليوم الكونديكتور نتاعنا. باش نبداو مع صنعة بلادي، باش يكونوا حاضرين معنا، حاضر معنا حرفية كبيرة في خاصة في المواد البيولوجية، ونعرفوا النساء ومغرومين بالمواد التجميل وكل ما هو بيولوجي. كذلك باش نحكيو مع سي شكري تردي، مدير المركز القطاعي للخشب بالمنستير، واحتفالية المركز هذا بالخمسينية نتاعو، ايفينمون كبير ينتظر فيكم إن شاء الله. باش نحكيو على معرض الكتاب الدولي والجوائز اللي تم تسليمها أول نهار من المعرض هذا. باش نحكيو على جائزة الطاهر الحداد عن كتاب قرن الأدب في تونس للدكتور عادل خضر والأستاذة سامية الشرفي. كذلك باش نحكيو على عيد الأمن اللي يصير كل 18 أفريل. باش نحكيو على الإيفينمون هذايا وشنو باش يصير فيه. باش يكون حاضر معنا سي مراد مطار باشا، رئيس ودادية أعوان وإطارات وزارة الداخلية. من بين فقراتنا كذلك اليوم باش نحكيو على إجراءات استخراج بطاقة تعريف الوطنية للتونسيين بالخارج. كيفاش نجمو نستخرجوا بطاقة تعريف البرة من غير ما نهبطوا لتونس، من غير برشا مشاكل وبرشا تعطيلات. ان شاء الله فما برشا حلول جايه في الافق مع سي سفيان ازعق الناطق الرسمي باسم وزاره الداخليه. كذلك باش نحكيو على الانتخابات التشريعيه والرئاسيه ان شاء الله تخي بيانتو، كيفاش باش تصير، والتسجيل عن بعد لجريدتنا البرا. شكون حاضر معنا؟ سي نبيل بافون. كذلك باش نحكيو على تظاهره دوليه، تظاهره المشي للجميع بعين دراهم اللي كل عام تاخذ صيت اكبر ملي قبله، ايفينمون حلو برشا برشا باش نعرفوا عليه اكثر بعد قليل مع سي جلال الطويري. كذلك باش نحكيو على مهرجان عرب بالمهديه، واخيرا باش نحكيو على الجائزه العربيه لادب الطفل، باش يكونوا حاضرين معنا المتوجين بالجائزه هذه. نبداو حلقتنا على بركه الله ونبداو مع صنعه بلادي والفقره الاولى خاصه بلقاء مع حرفيه. تفضل. مرحبا بكم. جلاسي امنا، ماستر دو ريشيرش اون ار بلاستيك، كملت ان 2013، انا سبيسياليتي سيراميك. من بعد بعدت شويه على الدومين، من بعد رجعت لي ليدي هذي ابارتير من كرسي صغير شريته امي فضلها لبنتي، زيناه وهبطناه على الانستغرام، عجب العباد. بشويه بشويه بداو لاصحابي كوندي كرسي هذا فما برشا عباد قبل استعملته، فما اللي يقولوا كرسي مطهرة، كرسي صابون، كرسي الوضوء. ما نتصور ان الناس الكل قبل قعدت عليه في دار الماما، في دار الجد، وتوا بعدنا عليه برشا. دونك كانت لي فرصه باش نعاود نحيه من جديد، ندخل عليه اون توش جديده بالبانتور بالديك دي كولور لي بيرسوناج دونفون. عندي لي ديسان تاعي، ساعات فما دي كليون يهزوني للموند نتاعهم نتاع صغارهم. عيد العمل كلهم يتعدوا عليا انا، سوف كو النجاره عم يحضروا لي سولون بوزوان تاعي الكليون تاعي. نعدي الكوموند من بعد يجيبوا لي القطايع تاعي، كو سوسوا كريسي تواول كل شيء. انا من بعد ما نكمل الديسان والبانتور كل نعمل نفيكسيها، وبعد الفيكساسيون نعمل اون كوش دو فيرني كيما الغيزين، باش من بعد كيما نعرفوا صغار معناتها باش يلونوا باش يصوروا فوقهم باش ياكلوا فوقهم، باش من بعد لي مامون كل اللي نجموا ينفوها معناتها حتى بال اون بلوس البرودوي نجم معناتها يتحط في الانتيريور والاكستيريور.
فما لي كروكي نتاعي انا نحضرهم بعد نسحق ساعه دي لوجيسيال باش نكمل بال باش نكمل لي كومبوزيسيون نتاعي كيما الفوتوشوب ولا الالستراسيون الالستراتور نكمل لي بروبوزيسيون نتاعي باش نشوف شنو هي تعطي الديسان هذيك على السوبور الميدا كيفاش يجيني الديسان هذيك والبروبوزيسيون هذيك على كرسي. فات القبيل على الحريف من الاول كان كنت خايفه منه شويه مي ان فيت من اول اكسبوزيسيون وثاني اكسبوزيسيون عرفت اللي هي الحمد لله يقفوا معايا اللومات ويقولوا يا ذي قعدنا عليه في دار ميما قبل شوف ويفسروا لصغارهم شنيا ومن بعد ولاو كبر البروجي شويه وليت نخدم دي بانكير دي سالا مونجي وبشويه بشويه سلون الدوموند نتاع الكليون. Avec des jardins d'enfants, femme a des garderies scolaires ou femme a quelques jardins d'enfants. Moi, je cherche. Ah, le programme que j'ai fait, j'ai des jardins à l'extérieur de l'Ardh al-Watan. Je me disais que je vais t'ajouter un peu les jardins d'enfants à l'Ardh al-Watan. Ils prennent des tâches, ils s'agissent un peu de travail yadawi et ils sont à l'extérieur de l'Ardh al-Watan, dans les pays de l'Iqamah. نجم نقولوا لهم تونس راهو عندنا برشا برشا خدمه مزيانه برشا حرفيين قاعدين يخدموا ويطوروا في منتوجاتنا وتنجموا تلقاو برشا حاجات. باش نوصلوا مع صنعة بلادي كالعادة حضر معنا رجاء العيادي. أهلا وسهلا رجاء. مرحبا بك. لا مرحبا بضيوفي حضر معنا دكتورة في الكيمياء المخصصة ومختصة في الأحياء البيولوجية وحرفية كذلك مدام لبنى دمس. أهلا وسهلا مرحبا بك لبنى. كذلك رحب بسي عمر ترودي مدير مركز القطاعي في التكوين لمهن الخشب بالمنستير. أهلا وسهلا ومرحبا بك نورتنا سي عمر. إذا نبدا معك رجاء كالعادة كالعادة حب رحب ضيوفي نقولوا راهم جاونا زوز من مستي. مرحبا مرحبا. احنا نقولوا رحبوا بالضيوف من كل جهات الجمهوريه وباش نعرفوا اكثر منتوجاتنا في الجهات. باهي نبيعوا جاله بعض كيلكو زيفينمون اليوم العشيه ابارتيغ دو 15 ثلاثة نتاع العشيه نوتر بيل تونيزي ليفينمون دون سا سيزيام اديسيون دونك سي ديفيلي وكونكور اوتور دو فرحه زمان نوس دونتون. دونك اللي مازال ما خداش البلاصه نتاعو سي انكور بوسيبل دالي اسيستي سي ابارتيغ دو 15 à l'Utica. زاد toujours autour de la création نعرفوا الابتكار معناتها موضوع قائم الذات وفي كل فرصه وكل مناسبه يحاولوا باش المنظمين للتظاهرات هذه باش يجمعوا صله وخيط ما عندنا من المبتكرين والحرفيين. ثم جمعيه احباء الفنون ببرج قلال كيف ليفينمون نتاعها زاد كيف كيف كرياسيون برج قلال سا فيتر لو 20 21 افريل. جو سوي ان تران دو دوني لي ايفينمون دون لوردر كرونولوجيك شويه دونك نذكر دونك سا فيتر في صفاقس 20 21 افريل برج قلال كرياسيون برج قلال اكثر من 30 حرفي ومبتكر باش يكونوا حاضرين. لو سالون انترناسيونال دو لاغريكولتور بيولوجيك اي دو لاغرو اليمونتير بفضاء لوتيكا
ضيفتنا باش تبدا حاضره بالمنتوجات نتاعها بيسك هي المنتوجات نتاعها توسكي بيو اي سافا اتر دو 25 او 27 على لوتيكا سي ليكسبو بيو اكسبو دونك فيها كل ما هو بيع وتعريب منتوجات وديغوستاسيون لمنتوجات الفلاحيه في الغذائيه البيو لو 3 مي aussi encore un événement autour de l'habit traditionnel et de la création c'est le festival des jeunes créateurs autour de la mode l'Afrique c'est nous c'est le thème de cette édition organisée par le groupement professionnel زيد كيف المجمع المهني للنسيج والخياطة بتونس بمبادرة من طرف السيد سمير بن عبد الله ça va être le 3 mai اي فوالا تو نرجعوا له شويه الحدث هذا هذه بعجاله كلكو زادريس كلكو دات ديفينمون اوكي تو نرجعوا لضيوفنا نرجع لضيوفي ولبنى رحب بك مره اخرى اذا الاختصاص هذه في دومينك بما انك دكتوره في الكيمياء المخصصه احكي لنا شويه كيفاش بدات التجربه نتاعك علاش مشيت لتوسكي هكا بيو سورتو في الحاجات اللي تحبها نسى معناها نقولوا احنا اي مرحبا بكم فرحانه برشا لي انا اليوم في الوطنيه ديجا خاطر هو المنتوج تونسي دونك تثمين الاراضي التونسيه على خاطر عندنا اراضي نون فالوريزي بالحق معناها عندنا من الكليما ومن التيران والتراب نتاع بلادنا من احسن لي بلونت اروماتيك ميديسينال في العالم هذوما باغ دي زاناليز معناها معلومة هامة كمان معلومة هامة معناها لي زاناليز نتاعنا توا اون كولابوراسيون مع انستيتو في المانيا نخدموا في كل شيء سورتو في البرانسيب اكتيف دي بلونت النباتات الكل معناها عندنا لي فالور نتاعهم نوتريتيف اي كوزميتيك دونك هذا اللي خلينا نزيد ونشد صحيح اللي بدينا بالمنتوج الاول اللي هو السبيسياليتي نتاعنا استخراج زيت بذور الهندي البيولوجي هذا هي لو برودوي فار نتاع المؤسسه وتثمين للهندي الكل على خاطر هو سلطان الغله من نواحي الكل الغذائيه زاده سي تافيغي اللي هو عنده خصائص دي فيرتو معناها انورم معناها دو بوان دو فيو لي بورسنتاج نتاع الفيتامين او لي زونتي اوكسيدون الزيت الوحيد اللي فيه كولاجين ناتوريل والزيت الوحيد اللي فيه الاوميغا 6 اللي نورمالمون موجود كان في الحوت نورمالمون دونك فيه النسبه الكبيره خليته هو اغلى زيت في العالم صحيح الليتر نتاعو 1000 اورو توا معناها الانترناسيونال اغلى من البيل دارغون اللي معروفه بيه المغرب اللي يتباهوا بها هما واحنا عندنا ثروات احنا اغلى اغلى سبع مرات اقوى من زيت الارغان دونك هذيك اللي خلينا اون كونكورونس توا واحنا خذينا توا لو مارشي على الاكسبور قاعدين نروجوا توا في وديجا السلعه نتاعنا اليوم برك في لندن دونك اللي اكسبوزي على لندن اليوم وعندنا ان بارتنير في فرنسا اللي معناها سو كونترا دو ديستريبيسيون وبيان سور مفتوحين لاي اوتر اوبورتونيتي على خاطر توا اترافيغ لي زيفينمون لي فوار لقينا دي كليون فيكس حتى في اليابان dernièrement donc un client qui s'est intéressé le produit عمل l'analyse نتاعو و on va faire une très bonne collaboration توا في اليابان و الحمد لله معناها لو برودوي فارض روحو دو كاليتي نتاعو و en plus de ça les effets immédiats العباد يقول لك نستعمل البرودوي لازمني شويه وقت après combien de temps ديما هذه الكيستيون نتاع التونسي وحتى الاترانجي قداش نقول لهم انا سي ايميديا بالحق اللي فيه نتاعو ميراكول هو زيت معناها خلق ربي اون ويل سيش معناها الخاصه الخاصيه اللي فيه اللي اون ويل سيش وتوا لي لابوغاتوار كوزميتيك في العالم الكل يلوجوا في لي سيروم كي بينيتر دون لابو معناها اون فوا زيت والا اي برودوي كوزميتيك كسوا اون كريم دو دي سيروم اي تو لازم لو تو دو بينيتراسيون يبدا كبير وزيت القلوب الهندي تو دو بينيتراسيون دون لابو 100% هذاك اللي باش يخلي البشره تتغذى من الداخل دونك باش يلفا معناها استومبي لي ريد ينحي لي ريد يرجع لا ريجينيراسيون سيلولير فيسا فيسا حتى في لي بغولور وحروق دي تاش معناها فريمون لي في نتاعو ميراكولو من الجامعه هذه باش تخليها لي اليوم هذه الكل باش ناخذوا انا اليوم اذا الكليون مارشي تونيزيان اللي تري بروموتور فرحانين برشا موجودين في السوق توا اللي عندنا دي بوان دو فونت 5 بوان دو فونت اللي نخدموا معاهم انتم التصبيب بالمنستير اللي هو لاتولي في المنستير وعندكم يظل عندكم زاد غاديك وين غارسين
اراضي 50 هكتار. اي 50 هكتار. علاش اخترت مستير؟ علاش انت نعرف خاطرنا ثم نقطه هامه تحب. انا قريت في مستير والاراضي كلي في المستير معناها لقيت تسهيلات غاديك انك تنتصب، ما عندكش مشكل انك تروج منتوجك من غادي باش تعرف به على مستوى حتى السوق. حتى توريتها في السالون د لارتيزانال لافي افيك لابارتنير نتاعها سي كوم سا استدعيتها حتى قاتل فتحنا على سوق التصديق. وهذا شيء هام بالنسبه لعمناو والسناخ. عمناو كانت موجوده في فضاء لي جون بروموتور لي نوفو بروموتور، والسناخ ذات جناح على حسابها الخاص وجاي مع البارتنير في الستاند نتاع لي فام شيف دونتربريز. دونك جاو هما لي بارتنير نتاعنا الكل جاو السنه حضروا معنا في الفوار باش يشوفوا كيفاش الكليون يتصرف مع المارك، كيفاش لي برودوي سون اكسبتي او با. معناها فما شكون جا في اول معرض رجع عائلته كل وصحابه وعاودوا وخذوا لي برودوي تالمون اي افيكاس دو بروميي كو. معناتها عاملين التحاليل، معناتها الانسان والحريف ولا البروفيسيونيل اللي باش يجي عنده ضمانات الكل وعنده تو لي دوكيومون عنده ديزاناليز الكل. احنا لي برودوي كوزميتيك ناتوريل الحاجه tellement معناها لا كومبوزيسيون سامبل اما لا ستابيليتي والكونسيرفاسيون دو برودوي خاطر قابل معناها فيش باش يفسد معناها دونك لازم تو دو كونسيرفاتور مدروس ودوزاج معين. انا على هذاك بعد لي ستود برولونجي اللي عملتهم ماستر اي 50 دو دكتوراه مشيت كل حاجه حبيت نتخصص فيها. جي يو ان ديبلوم اغريي بار ليتا في الكوزميتولوجي ديجا ديرنييرمون مازال كخديتو ديبلوم و جو سوي ان ستاج بيرمانون افيك ان انستيتيو في فرنسا اللي هما يشوفونا في ستابيليتي دو برودوي ولي دوزاج المعين اللي نخدموا بهم. لبنى تو نشوفوا لي برودوي كنا نشوفوا تو في كلكو فوتو، احكي لنا شنو تو نلقاو مثلا شنو نجموا نلقاو في الجام؟ اي في الجام. الجام اول حاجه قلنا الويل دو بيبان دو فيك دو بارباري اون برودوي اون سول ويل على خاطر ما نحبوش نروجوا احنا الماركتينغ بور دوطخ مثلا زيت الوي فيرا. احنا وني با برودكتور د الوي فيرا زيت لارغان فما شكون يخدم فيه. دونك احنا متخصصين في حاجه تيبيكمون تونيزيان تونسيه ثروات بلادنا ثروات بلادي ومنتوج بلادي وماشي مع الكليما التونسي. معناها كي انت باش تجيب مش باش يطلع افيكاس في البرودوي كيما حاجه مصنوعه بزيت تونسي معناها ان برودوي تابع للكليما التونسي. نشوفوا تويكا في لي فوتو هذوما هذوما شنو تو لبنى مثلا عندنا سافون نوار فيك دو بارباري هذايا سبيسيال فيزاج. عندنا ديودورون سون سيل دالومنيوم بالويل دو بيبان خاطر يعاون برشا على لابسوربسيون نتاع تو سكي اودور اي تو. عندنا دي سافون ارتيزانال à base de l'huile de figue de Barbary, des masques, des baumes à lèvres, des beurres précieux Nakawa. بالراكيت هذه معناها حتى مضلفه ولا والاكسبلوها اي خاطر لو جيل دو كاكتوس اقوى من جيل دو الويفيرا بسبع مرات زاده. معناها اللي تري افيكاس سورتو بور لي تاش اي لي برولور. واحنا من المؤسسه الاولى اللي استثمرت فيه وحطته في الجام كوزميتيك نتاعها. وفما حاجه خاصيه اخرى النقاوه اللي احنا نتحكموا في التراسابيليتي نتاع لي برودوي نتاعنا. معناها بريسك ما نشريوش حتى شيء من برا. معناها احنا نو سوم دي برودكتور احنا الفلاحه نزرعوا كل شيء. احنا نزرعوا جيرانيوم بيولوجيه، نزرعوا المورينجا اللي حاطينها في الجام كوزميتيك الكل، نبته ميراكولوز زاده هي في اللي بيان في تصفي الوجه برشا، حاطينها في لي ماسك ارجيل بودر نتاعها. الفيك دو بارباري هو معناها هو سبيسياليتي. دونك سي ان بروجي فريمون معناها متكامل من الارض حتى للتريتمون حتى للاكستريسيون حتى للميزون بوتي. معناها فريمون هذه اللي يلوجوا فيه في الاوروب ما يلقاوه. بيان سور بيان سور سيف ونلوجوا عليه. نجموا نقولوا اذا كان واحد يحب يتصل بكم جو سوي سور كو يوغي دي زانتيريسي بور ان بارتناريا بيسك انتو تفتحتوا على سوق. اي احنا تفتحنا عندنا لي ديكلاراسيون دوانيير عندنا كل شيء معناها مسهل في الامور هذيك. جوست يتقدموا هما يقدمونا لي les propositions نتاعهم et nous sommes prêts à toute commande. معناها la production interne elle est illimitée selon la commande physique mais pour la gamme cosmétique elle est illimitée. كيفاش الاتصال بكم؟ الاتصال على الباج عندنا باج فيسبوك نكاوا بيو اي سينو على www.nakawabio.com بور لو سيت ويب. دونك هذوما هما الاتصال. عندنا الانستغرام توا ما عندناش برشا من اللي عملناه فيه 20000 ابوني ديجا معناها اونيون ديفلوبمون. معناتها كي يبدا كي نقولوا الجوده والجديه في العمل هي تثبت وتفرض نفسها والمنتوج ما يفرض نفسه
يتخصصوا كان بالاشياء لا وبالاخص محلك انسان مختص وتفهم معناها بالحق نلقاو برشا من المواد والبيولوجيه لكن كي تجي تسال يعطيك نفس التركيبه وتتلفلف فين ما تفهمش معناها الديتاي هذوما الكل سمي في فو با الي فو يعطيك الصحه être sûr de toutes les qualités du produit voilà. مش كل ما هو يقول لك لا الواحد يثبت شو هو المكونات المنتوج كيفاش يحكي لك هو بنفسه المنتج وصاحب المشروع كيفاش يحكي لك خاطر راهو يا بوكو دارناك ميم بيان سور بيان سور ما جو بارل ان كونيسونس دو كوز سي عمر اكتشاف اكتشاف المستير بحذاك اي اكتشاف المستير كيما اكتشافات اخرى مش نعملوها مع بعضنا اليوم جينا موضوع حساس باش حكينا عليه موضوع حساس فعلا حساس وهام لانه وقت نتحدثوا على التكوين المهني وعلى اختصاص الخشب نتحدثوا على قطاع اهميته كبيره قطاع يلزم اهتمام كبير من طرف المسؤولين ومن طرف الاعلاميين اساسا احنا نحتفل دور كبير اكيد اكيد السلطه الرابعه قدمت شويه مع السلطه الرابعه قبل تولي السلطه الاولى في الاتجاه هذا عندنا 50 المركز قعدنا نلوجوا في المناسبات راهو لانه المناسبات هذه من شانها اهدافها كبيره ياسر مركز القطاع للتكوين في مهن الخشب المستير مركز الوحيد في تونس قطاعيا لانه مراكز اخرى مختصه في عده اختصاصات خشب وغيره لكن المستير يمتاز باختصاصه في قطاع الخشب أيوة. مركز عريق مركز تم تكوينه قلت لي عام بدايه التاسيس من 66 بدايه التكوين 69 بالشراكه مع الشريك الدنماركيين هما اللي حطوا الاسس نتاع تكوين الخشب في المنسير بداوها بمعمل اسقانس الاثاث الشهير معمل اسقانس الاثاث لكل مصيري وكل تونسي يسمع يعتز به كذلك بصمته كبيره معمل اسقانس اللي تفرعت عنه عده شركات اخرى المركز هذا كان اساسا لتكوين اليد العامله المختصه في مجال الخشب احنا كمركز المركز هذا يتعدى بعده مراحل مرحله تاسيس لانه شعارنا نتاع التظاهر هذه من التاسيس الى التحديث منذ تاسيس المركز الى عمليه تحديثه اخيرا بالات حديثه باعاده هيكله جديده فضاءات اصبحت تتميز بجماليه بحداثه من شانها مش ترغب أيوة. علاش هذا الكل لانه وقت اللي نشوفوا نعملوا دراسه كبيره نشوفوا عزوف كبير للشباب في الميدان هذه مشكل القطاعات الكل والصناعه التقليديه احنا عملنا التظاهره هذه في 3 ايام يوم فيها فقرات 16 كبيرة 17 ابريل ان شاء الله معرض تجاري في وسط المركز التظاهر الكل في وسط المركز في فضاءات المركز معرض تجاري في خيمه كبيره عملاقه لابناء المركز اللي انتصبوا للحساب الخاص من كامل قرى الجمهوريه اشوفوا الصور زيد سورتيسون اللي خرجوا المركز هذا المركز وانتصبوا للحساب الخاص اتصلنا بهم نعدوا في الشريط وان شاء الله ان شاء الله تتفرجوا على شريط وثائقي في يسطو تاريخ المركز وكما قال واحد الزملاء سي ليستوار نوبل كوم لو بوا اي كوم لو بوا احنا تولينا عندنا سالون دو موبل اللي منتوج تونسي اقل 100% وعدد من الناس اللي بعثوا مشاريع قال لك عدد منهم خرج لانه من التكوين الى هو في الحقيقه التشغيل القطاع هذا ما فيش بطاله بكل راه يبداو يستناو فيها اتصالاتنا مع المؤسسات يوميا يطلبوا بالليست نتاع لي سورتون في الفقره اخرى عندنا مسابقه وطنيه في 3 اختصاصات في وسط المركز في ورشات المركز لمده 20 ساعه كذلك عندنا يوم تقني في يوم الثالث نجمعوا الصناعيين الكل واصحاب المؤسسات في ديتام اخترنا سنان موضوع البانو والناس كل البانو لي دريسينغ لي كوزين لي سال دو بان كل شيء اصبح بانو المشاكل التقنيات الجديده نتاع البانو لي اكسسوار جديده نتاع البانو فما مدخلين مختصين في ذلك سيتي با معنا في الشركه ومع
وكذلك عدة معناتها البانو اللي تقول اللي كل تسكي ما هو كل ما هو تسكي فوالا حتى شكل تو الخشب متعدد راه خاطر قبل يقول لك بانو يبدا واحد يخاف سي با ان بوان نوبل فما 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 تقنيات جديده نتاع بانو فما انواع جديده نتاع البانو تعطي ضمان للحريف بيان سور المدخرين مش يكونوا مختصين في الميدان هذا الصناعيين مش يتمتعوا ومش يستفيدوا من 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 المحاضره هذه من اللقاء هذه ثم نختموا بحفل تكريم خريجي اللي خدموا في المركز المتقاعدين والاصحاب المهنه اللي قعدوا اوفياء للمهنه لانه فما اللي خذ دبلوم ولا في مجال اخر لكن فما ناس اللي مهتمين بالمهنه وتحن عليهم المهنه وضحوا بوقتهم وبعمرهم وبكل عزيز عليهم لضمان ديمومه المهنه هذوما ان شاء الله نكون يقع تكريمهم ان شاء الله السيده الوزيره تكون في الافتتاح نهار 16 ان شاء الله الشريك الدنماركي يكون معنا يوم 16 لتكريمه لانه وعدنا بذلك ان شاء الله الحضور يكون كبير لانه مش بالسهل مش تعمل معرض تجاري في وسط المركز ومعرض تجاري مش يعرضوا فيه ابناء المركز اللي تخرجوا باسوام محترمه بيشوفوا قيمه ساعة العمل لانه تحفيز الشباب وقت اللي يراه المتخرجين من المركز وين وصلوا من شأنه خلنا نعطيوك الرجة هاو الصنعة وانت وصلك هاو بالإمكانيات مش بالضرورة مش تكون إمكانيات كبيرة مش تنجم توصل تنجم توصل احنا كمركز عنا مرافقة بعد التخرج النجم يجيو معنا عنا ورشة نموذجية لمتابعة الخريجين وحتى إذا كان عندهم مشاكل في التصميم مشاكل في الإنتاج مشاكل في برودوي معين جديد احنا بالمركز نتاعنا والمخبر الموجود عندنا اولادنا اللي زونكادر نتاعنا قادرين مش يوفروا لهم كل الحلول وامكانياتنا كبيره راهو سي عمر طاقه استيعاب كبيره في المركز لكن الاقبال ضعيف هكا ولا هو طاقه الاستيعاب اذا كان نشوفوا تاريخ المركز من الاول طاقه استيعاب وما تفوتش ال 40 ويجيو من كل جهه البلاد ثم المركز في التحديث نتاعه الاولاني اللي وقع على في 1975 نزاد له زوز ورشات وقتها وقعت سينو من طرف السيد محمد الناصر اللي هو رئيس البرلمان توا وكان السيد محمد الناصر رئيس مدير عام للتكوين المالي وقتها ثم في عام 98 وقع نقله اخرى للمركز وقتها ولا قطاعي لطاقة استيعاب مش توصل ل 450 اذا كان نخدموا بالتداول كما ينص عليه القانون يزلنا نوصلوا ل 700 800 مؤسسات الصناعيه الكل اللي معانا شركاء اللي هما يبلغوا عندنا شراكه مع ما يقارب على توصل 500 مؤسسه صناعيه ديجا عندنا بانو كبيره فيها الاسماء العناوين نتاع مؤسساتنا الكل اي احنا ماذا بينا باش اودلا هذا الاحتفال الاحتفال هذا برنامج هام جدا ولكن بعجاله قلت ثم مشكل العزوف الشباب تنجموا نقولوا لهم باش يقبلوا على وجه لهم رساله لو تسمح سي عمر في هو هذه المناسبه علاش احنا ندعيو للحضور حتى يشوفوا بعينيهم يشوفوا على عينيهم اي يشوفوا على عينيهم يشوفوا يتصلوا بالخريجين ويشوفوا الورشات لانه في البرنامج لانه بالبرنامج عندنا برنامج كبير كنا اتصلنا بكامل تراب الجمهوريه فما نقطه هامه اللي مش نقول عليها هي اتصلنا بالمسؤولين الجهويين مش نعملوا رحلات للمركز بالنسبه راه عندك رقم عندك رقم نشدوه وصعيب وخطير هو رقم 100,000 منعز اللي بطل من التعليم اي منقطعين عن التعليم راك اليوم مطالب بايجاد حلول من الحلول هذه يجاو يجيو شوفوا على عينيكم هو لابد من برمجه حملات تحسيسيه واضح في الاخير معناها شكرا لكم يعيشك شكرا لكم خاطر خذينا شكرا لك سي عمر لبنى شكرا لك يعطيك الصحه شكرا لك رجاء ما تنساوش ليفينمون 50 المركز 6/17/18 كونوا في الموعد كما قال سي عمر بوكو ديفينمون تستنى فيكم طاقه الاستيعاب موجوده الشغل مضمون كيف كيف فما تدريس والبورس كيف كيف موجوده في المركز هذايا امشي وشوفوا على عينيكم ما تندموش ان شاء الله شكرا لكم نمشيو الفقره المصوره المويله خاصة بصناعة الزعف ثم نواصل تفضل
المشروع هو مشروع جديد مازال عمره 5 شهور لكن بفضل ربي عملنا خطوات سمحة ياسر ياسر فيه. هو المشروع يبدأ نبدو ناخده من نخدم الصعف نتاع صناعة تقليدية نخدم القفة نشرو من هو صعف قلوب معناها والصعف هو أنواع في برشا أنواع ثم البحطم والكنتا والنمسي برشا أنواع نتاع صعف ناخذوه احنا ونخدموه نظفروه ونخدموه كفاف ونخدموه سكان ونخدموه مضال ونخدموه برشا أنواع حتى المراوح فهمت وبعدين نعملوا ابتكاراتنا معناها الابتكارات الخاصة بينا فهمت ونزينوه عندنا هذه سال ديكسبوسيون تاعنا قاعة العرض وعندنا الفوق اللي كنتوا فيها وشفتوها معناها تخموا يعني تصدروا المنتوج التقليدي هذا البلدان الأجنبية؟ هي الشركة تخدم تخصيصا باش تصدر لكن بحكم هي مازالت جديدة في عمرها 5 شهور الشركة بدات في الإنتاج نهار 1 نوفمبر 2018 فهمني من فضل ربي معناها من 1 نوفمبر لتو شاركنا في 7 معارض فهمت وشاركنا حتى في فما مشاركة بسيطة هي في معرض في أمريكا مع جنوب الشرقي جنوب الشرقي قام شارك في مشاركة في غرفة تجارية غرفة تجارية بتاع جنوب الشرقي قام مشاركة في أمريكا وشاركنا معهم كنا معهم إن شاء الله التونسي يقبل على الصناعة التقليدية تاعنا وأيضا الأجنبي زاد طبعا التونسي ريت أني في معرض الكرم خاصة فما إقبال كبير ياسر 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 فهمتني احنا منتوجنا اللي خدمناه تلت الخمسة شهور اللي تعدوا بعناهم في المعارض ومن فضل ربي ان شاء الله باش نبيعوا في الفضاءات التجاريه كبيره عملنا دي كونترا مع الفضاءات التجاريه الكبيره باش نبيعوا وهي شركه كما قلت لك معناها تخدم تخصيصا باش تكون شركه مصدره بحول الله حتى الاجانب يشريوا حاجاتها كيروحوا طبعا بيها. طبعا برشا اجانب اللي جو في معرض الكرم مريناهم وشروا من عندنا برشا حاجات فهمت شنو اكثر حاجات مطلوبه؟ والله هي خدم مثلا فما القفه وفما لي تابي نتاع الوتله هذاكم صاروا لنا برشا كوموند في التابي من طرف الاجانب فهمت واللي ساكوفر احنا خدمنا حاجه جديده اللي هي الموزايك اول مره موزايك مكوي تخدم عملنا ابتكار بتاع الشركه نتاعنا الحق لقاها قبال كبير ياسر ياسر في السوق الصنعه التقليديه هذه ايضا شجعت المراه الريفيه باش تمارس يعني هوايتها وهالصنعه التقليديه باش ما تندثرش طبعا الشركه هذه كان اختصاصها هي معناها تشجع المراه الريفيه خاطر هم النساء الريفيات هذوما ما يلقوش تصوير ما يلقوش وين يسوقوا احنا بدنا نقبل عليهم خاطر احنا ما عندناش قابليه باش نخدموا كميه كبيره بتاع صعف تعرف انت القفه تشد ليد تشد حتى نهارين وفما برشا انواع بتاع كفاف فهمت والمراه الريفيه كي تخدم لنا حتى وقت كي سمعوا فما شركه تعملت في البلاد حتى السوم تاع القفه غلاء فهمتني معناها نجم نقول لك القفه زادت من 500 فرنك للدينار القفه العاديه معناها فهمت والحمد لله رب العالمين كلهم ديجونا والاهم من هذا كليك الشركه عملت فورماتريس اللي تكون النساء خاطر الضفيره ماك تعرف ماهيش كيف كيف فما ضفيره عاديه فما ضفيره سمحه فهمتني بدات الفورماتريس نتاعنا اللي تكون فيهم فهمتني وبدانا نخدموا في كفاف على هوت جام معناها حاجه سمحه في البريمي شوا فهمت كما تعرف الحامه هي وجهه سياحيه معناها بامتياز معناها جونا السياح كان سياحه داخليه والا سياحه جانب فهمت معناها بالرسمي لقاو قبال كبير ياسر لقينا قبال كبير ياسر على القفه في الحامه مرحبا بكم مرة أخرى إذا باش نواصل باش نحكيو اليوم على معرض الكتاب الدولي من 5-14 أفريل باش نحكيو خاصة على الجوائز برشا جوائز اليوم نلقاوها ومن أهم جائزة الطاهر الحداد للبحوث في الإنسانيات إذا حاضر معايا زوز ضيوف فرحانة برشا بلقائهم وخاصة كيما يكون عندي أستاذي معناها وأنا نقول لك دكتور ولا مسيو معناها نفرح برشا كي يكون أستاذي حاضر معايا رحب دكتور عادل خضر مرحبا بك دكتور نوار بوجودك اليوم سافي لونطون ما ريتكش سعيده جدا بلقائك كيف رحب بالاستاذه الجامعيه زاده استاذتنا ساميه قصاب الشرفي مرحبا بك نورتنا بوجودكم بارك الله الف مبروك على التتويج الف مبروك على الجائزه اذا موسوعه قرن من الادب في تونس ان سيكل دو ليتيراتور ان تونيزي 548 صفحه ما شاء الله خليكم اكثر تفاصيل معكم لو تسمحوا ما نعرفش اذا معك دكتور ولا استاذه تفضل عادل هو كتاب الفكرة متاعه المشروع جاء من ملاحظة واقع أنه بين الثورة التونسية العالم أجمع يحكي على تونس في شتى المجالات وكي جينا نشوفه معناها ما الذي كتب عن الأدب التونسي
ساميه في المجال الاداب الفرنسيه والادب الفرنكفون وفي تونس نلقاو تقريبا الحجم ما يتناسبش بالمكانه الجديده نتاع تونس واللي تكتب على الادب التونسي حاجه معناها صفحات قليله او اسطر احيانا يعني شيء يخلي اللي ضروره تاليف كتاب يسد هالفراغ هذا سواء كان في المكتبه الفرنكفونيه او في المكتبه التونسيه ولا العربيه. هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه انه وقت بدينا باش نخدموا على الادب ما سميناش الادب التونسي، سميناه الادب في تونس. وفكرنا فيها الحكايه على خاطر ثم كثير من الكتاب ما همش توانسه وعاشوا في تونس وحبوا تونس وكتبوا عليها. شو نسميهم هذوما توانسه مش توانسه؟ دونك كتبوا على تونس وما كتبوش بلغه واحده، برشا لغات منها الفرنسيه، هما تلقاهم طلاين ولا من مالطا ولكن كتبوا بالفرنسيه على تونس. في المقابل ثم زاد كتاب توانسه اللي كتبوا بالعربي الفصحى ومن غير العربي الفصحى. اذا ما هو هذا الادب التونسي؟ هو مجموعه من الاصوات، مجموعه من الهويات، مجموعه من البلدان، ولكن كلك الجامعة المشترك ما بيناتها هي أرض تونس، تاريخ تونس، جغرافيا تونس. والفكرة وقتها بدينا كيفاش نخدمه أنه ما نخدموش أنه هذا تونس هذا مش غير تونسي، الكل لميناهم من غير فصل ومن غير إقصاء. إذا عملية مقومة قائمة على مبدأ فلسفي متحكم في التصور هو اللا انفصال، لا سيباراسيون. وباش نكتبوا كتاب جديد يعني في الاتجاه الفلسفي هذا، خاطر تونس ثرية بلغاتها بأشكال التعبيرية نتاعها، بعباد بالعباد اللي فيها، متعددة الأديان، متعددة الألسنة، متعددة الأفكار. وهالثراء هذايا يجمع شيء اسمه الادب، والادب في تونس. هذا هو يعني ما نعرفش سامي تنجم تزيد تعمق تحت الدم. اي انا باش ناكد اللي شنو قالوا عادل، اللي هو حبينا احنا نعطي رؤيه شامله للادب التونسي. معناها خلف اللي قالوا عادل اللي يخص بعد الثوره ما فماش جريده، ما فماش مجله ما تحكيش على تونس، موضوع تونس مطروح في جميع الميديا. وكي نشوفوا الموسوعات مثلا والمعاجم وخاصه في الخارج في اوروبا مثلا ولا في امريكا، التمثيليه تونس ضئيله جدا، معناتها مش متمثله. تلقى مثلا صفحه على تونس و15 صفحه ولا 20 صفحه على الجزائر ولا على الادب المغربي المروكي. ولذا احنا حبينا نصلحوا عدم سوء التوازن هذايا بين الادب المغرب ونمثلوا تونس. هذه الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه اللي قالها ايضا عادل، اللي هو حبينا خلف تصليح عدم التوازن هذايا نعطيه رؤيه شامله. يعني تصور الادب التونسي هو عاده تصور منفصل، يعني عندك الادب الفرنكوفوني من جهه اللي يتمكنوا معناتها يحكيوا عليه النقاد ويحكيوا عليه النقاد البرا الاجانب وفي تونس، ومن شيرة أخرى عندك الأدب بالعربية اللي هو زادا منفصل، معناتها يخدموا كل واحد على شيرة، كل واحد وحده، معناتها ما همش متفاهمين، ما همش ما فماش أي وما فماش معناها ما فماش ديالوج معناتها بيناتهم، ما فماش سيركولاسيون معناتها ما همش كاينهم منقطعين. احنا كتبنا هالكتاب ضد هالانقطاع. وفي وسط الرؤية الشاملة اللي حابين نعطيوها زادا احنا التساؤل نتاعنا التساؤل نتاعنا يخص ما هي الهوية الأدبية التونسية. يندرى يوجد هوية أدبية تونسية وهالهوية على شنو تحتوي. معناها نلقاو فيها كما قال قبيل عادل فما كتاب تونسيين، اما فما كتاب أجنبيين أجانب، وهما الكتاب الأجانب في بعض الأحيان مولودين في تونس. مثلا الإيطاليين اللي في لزاني 30 سنوات 30 مولودين في تونس، فما من سردينيا، فما من مالطا، فما حتى فرنسيين جاوا مع الاستعمار وتولدوا في تونس أولاد معناها مستعمرين، أما تكلموا كتبوا على تونس بصفة معناها مثيرة للجدل. معناتها احنا اون ايتي انتريسي باغ ليكريتور معناتها دو سي زيكريفان لا. ولذا
حبينا نعطيو رؤية شاملة اللي فيها اللي توري كون الأدب التونسي عنده مرونة، معناها ماهوش أدب هكا واقف عنده فكرة وفاتة ونعرفوا شنو، لا، وكتبناه للأجيال الصاعدة وكتبناه للصغار للتلامذة والطلبة نتاعنا باش يعرفوا شنو فيه. فما معناها تونس كيما في التاريخ تونس ترى اللي تونس معناتها قبلت برشا برشا عباد، معناها برشا ملتقى حضارات وثقافات، في الكتاب في الأدب نتاعنا عندك رؤية للإقبال، عندك الكاتب المغربي المفكر والأديب المغربي عبد الكبير خطيبي يستعمل كلمة أوسبيتاليتي ضيافة 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 الغير. احنا الأدب نتاعنا رمز لضيافة الغير. مرن عندنا مرونة، احنا نتقبلوا كل شيء. كيفاش الكتاب قديش قعدتوا تحضروا فيه؟ بنا لغة نلقاوه كان بالفرنسية فقط وإن نلقاوه مترجم، احكي لنا اكثر. ممكن نتحدث انا سامي. الكتاب تكتب باربع ايدين في نفس الوقت، تكتب بالعربي وتكتب بالسوري، وثم فاي فيا معنا جي او ذهاب، اللي نكتبه يمشي لسامية واللي تكتبه سامية يمشي لي انا. وسبقنا نجم نقولوا الصيغه الفرنسيه، لان الجمهور الفرنكفوفوني يجهل الادب التونسي، دونك بجلناه باش يطلع عليه. وحتى الناشره معناها لقينا ناشر، معناها العثور على ناشر في حد ذاته هو مكسب كبير، انه في اشهر معناها واقدم مكتبه اونوري شامبيون اللي كما قلت سام معناها باش يتنشر في 1600 مكتبه في العالم الفرنكفوني. شوف معناها الكتاب هذا قداش باش يعرف معناها بالادب التونسي تقريبا معناها في كثير يعني من البلدان. الفكره الثانيه انه باش نكتبوا احنا باربع ايدين وثم الجيء او الذهاب، طريقه العمل زي ما مش كما واحد يالف وحده وكتابه وتحمل مسؤوليته، انه هذا فما معناها حوار مستمر في جميع المستويات، في ترجمة النصوص، في فهمها، في اختيارها، في طريقة تنسيقها، وكذلك في طريقة قراءتها. كما قلنا معناها بل كل شيء يحدد العمل هذا هي الفلسفة اللي اخترناها، أنه لا يوجد قطيعة بين الأدب الفرنسي أو الأدب أو الأدب العربي أو الأدب التونسي، نطق بالعربي ونطق بالفرنسي. ثم راه وحدة عجيبة جدا، يقرأ نصوص بالفرنسية والبالعربية يشعر اللي هو في تونس مش في بلاد أخرى. اللغة ربما هي وسيلة تعبير أكثر ولا أقل، ولكن الكينونة التونسية سميتها سامية الهوية، لا نقول أن الكينونة أو الوجود هنا في هذه الأرض المتجذر يعطي نكهة خاصة متميزة على الأدب الجزائري والمغربي والمصري. ثم حاجة طبعا تونسي، نكهه تونسيه، ونكهه تونسيه وزاد لكنه تونسيه. حتى اللي يكتب بالفرنسيه تحس معناها موش فرنسي فرنسي، ولكن الفرنسيه نتاعو معجونه بالتراب التونسي. هذا قداش خذ لكم وقت الكتابه؟ قداش قال؟ ست سنين تقريبا، من اخر 2012 وهو كمل، ولكن التعديلات والتجويد العمل يستغرق اكثر من التاليف نتاعو. التتويج هذا الجاي زاده حسيتوها هكا تتويج للعمل نتاعكم، ولا مازال حتى يخرج للناس وحتى يقراوا وحتى والله يشوفوا؟ التتويج حاجه مهمه، معناها احنا كي تنشر وخرج في المكتبه في المكتبات الفرنسيه هذاك التتويج العظيم بالنسبه لنا، احنا مهمتنا تحققت. الاعتراف التونسي معناه في شكل جائزه مهم جدا، انه في بلاده معناه يحس ان الكتاب خذا صدى، وان شاء الله ياخذ صدى نتاعو كي تخرج الصيغه العربيه. ونعمل كذلك على اذا نستناو في حقوق الترجمه، وربما نترجموه في العالم الاسباني ترجمه الاسبانيه باش ينتشر في العالم الاسباني والامريكي اللاتيني اللي هم متعطشين بشكل عجيب جدا، بيحبوا يعرفوا الادب التونسي. جانا طلب بالترجمه بالاسبانيه. تخبيان احنا في زمن اللي الناس بعتت على الكتاب برشا دكتور واستاذه، ان شاء الله يا ربي كل مره كي نسمعوا معناها انت جيت هكا وكتب هكا، ان شاء الله العباد ترجع تقرا بشوي بشوي، سورتو كيما قلت انت كتاب بطريقه سلسه توصل للناس الكل معناها ويفهموها الناس الكل ان شاء الله. سؤال اخير، كيفاش تفهمت مع دكتورنا؟ راهو صعيب راهو في الكتابات وكل شيء، بالاخص عنده هوايه ياخذ الاسئله ويعاود يطرحها لك بطريقه اخرى. كسر راسك معناها عاود فلسفه اخرى ودنيا اخرى. حسين تفهمته في الموضوع.
الموضوع هذا. هي اصعب مني بالحق. هو اصعب. انا تعلمت منه برشا. تعلمنا منه برشا دكتورنا. انت من الجيل الذهبي الدكتور ألفا يوسف، دكتور شكر مبخوت، محمد الجويني وغيرهم. الجيل هذاك قعد تو مازالوا خارجين معناها ولا تبدلت معناها؟ اللي لمنا الجيل هذاك اللي كان ما توقفناش بمجرد الحصول على الدكتوراه، بالعكس بعد الرساله هذيك الماكينه قاعده تخدم وان شاء الله تقعد ديما تخدم. بكري انا في قاعه انتظار ساميه فكرت في كتاب اخر تتم او ترسيخ للكتاب هذا اللي الفناه، خاطر ثم حاجه عميقه للتعريف بالادب التونسي. أي. اللي هو في الحقيقه راهو ادب نجم يضيف كيفاش نقولوا لحن جديد لسمفونيه الاداب العالميه. عن واحنا كجامعيين يطلبونا ديما اعطيو رؤيه لتونس، اعطيو انفيزيبيليتي لتونس. أي. يظهر لي الكتاب هذايا احنا عملناه لتونس اولا. أولا وأخيرا، وللجيل الجديد لأولادنا مثلا معناتها اللي كلهم الصغار دايرين بينا اللي يحبوا مشتاقين لهذاك معناتها باش يعرفوا شنو هو الأداش معناها ليتيراتور أون تونيزي كيسكو سا فو دير. فوالا فوالا إن شاء الله اللي جاي خير. إن شاء الله ننتظروا إصدار جديد. ألف مبروك. ألف مبروك على صدور الكتاب وعلى صدور الموسوعة هذه. ألف مبروك على التتويج ونورتوني اليوم بوجودكم. شكرا لكم، يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. إذا نمشيو للنغمة الموالي ثم نواصلوا فقراتنا. تفضل. We'll be right back.
مرحبا بكم مره اخرى. اذا باش نواصل مع ضيوفي، باش نواصل مع التتويجات والجوائز والادب والكتابات. واليوم باش نحكيو على الجائزه العربيه مصطفى عزوز لادب الطفل في دورتها العاشره. اكثر تفاصيل حاضر معايا الضيوف المتواجدين في الدوره هذه. حاضر معنا كل من سي لطفي الحاجلاوي، دكتور بالمعهد العالي اطارات الطفوله وكاتب كذلك. اهلا وسهلا، مرحبا بك سي لطفي، نورتنا والف مبروك على التتويج. شكرا، بارك الله فيك استاذه، ومرحبا بك ومرحبا بكل المشاهدين. كذلك نرحب مدام منيره درعاوي استاذة تعليم ابتدائي وكاتبة كذلك ومتوجة في هذه الدورة. مرحبا بك عسلامة ومرحبا، نورتنا، مرحبا بك. مرحبا، نبداو معاك سي لطفي، نحكيو على الدورة هذه، نحكيو على ما يميز الدورة هذه، نحكيو شوية، نعرفوا شوية بالجائزة العربية لأدب الطفل لو تسمح. بارك الله فيك على الاستضافة بداية، وتحية لكل التونسيين سواء داخل الوطن أو خارج الوطن، وخاصة خارج الوطن. أي الحقيقة الدورة هذه الدورة العاشرة في الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل. هي دورة يعني تميزت بعديد الأعمال، بعديد المشاركات، تعلقت بجائزتين في التسابق. جائزة تتعلق بالأدب التاريخي، وجائزة تتعلق بالأدب الحر. وكانت هناك العديد من المشاركات، نظمها تقريبا فما 83 مشارك. مشارك نعم، واكثر حتى. ونظمها منتدى ادب الطفل، والشركه الراعيه العارف لاتيبي. وطبعا هي الدوره العاشره لما تحولت جائزة عربية، لانه قبل ان تتحول الى جائزة عربية كان عندها دورات اخرى. وطبعا مسمى هذه الجائزة بالشخصية الأدبية المعروفة التونسية مصطفى عزوز. وجات كيف تزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لكتاب الطفل، لكتاب الطفل. يعطيك الصحة. وجات متزامنة أيضا حتى مع حدث معرض الكتاب، يعني تقريبا قريب جدا معرض الكتاب. الحقيقة الدورة هذه كانت دورة التتويج لعشر سنوات تقريبا عام 2009 ل 2019. وتميزت بالمشاركات العديدة، تميزت بإقبال عربي كبير جدا، لكن كذلك تميزت بتتويج تونسي. يعني وهذه الميزة الاستثنائية في ربما في هذه الدورة، لأن الدورات الأخرى شفنا ربما حضور أشقاء مصريين فايزين متوجين، أو أشقاء مغاربة أو أشقاء. هذه الدورة على رأسي الجائزة تونسيا، معناتها العبد الله، معناتها في الأدب التاريخي، وزميلة منيرة في الأدب الحر. فهذه أيضا من مميزات الجائزة لهذه السنة. هذه أنت دكتور لطفي الحجاوي، هذه أسد الرؤوس الثلاث. نعم، هي سيرة بالضبط، سيرة العلامة والإمام والقاضي والأمير أسد بن فرات. أسد بن فرات، نعرف أسد بن فرات إما اسم معهد ثانوي أو شارع. ولكن هذه شخصية ثرية جدا إلى درجة يعني لا يمكن تخيلها، لأنها جمعت العلم العلم وجمعت الإمامة في جامع القيروان. يعني يكفي أن نقول أن تلميذ أسد بن فرات هو الإمام سحنون وما أدراك. ثم إلى جانب العلم جمعت القضاء، ثم إلى جانب القضاء جمعت الإمارة العسكرية. تخيل أستاذة أن تجتمع هذه الرؤوس الثلاثة في شخصية تونسية. هذا أمر فريد جدا. وبالتالي أنا أخذت هذه الشخصية الثرية جدا وحاولت إدخالها في شكل سردي، في شكل أدبي ممتع وقريب من عالم الطفل. عنوان أسد الرؤوس الثلاثة. أسد الرؤوس بالضبط، أحسنتي. هي عنوان رمزي إيحائي جدا. ويعني بنيت حولها قصة، طبعا الخيال هنا، لم يعني لست مؤرخا، يعني لا يعنيني التاريخ ولكني أديب، أظل أديب، فألبست التاريخ بثوب أدبي جميل. وكانت النتيجة الحمد لله نص يتوج من 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 عشرات النصوص العربية التي جاءت من كل الدول العربية الأخرى. فهذا الحقيقة تتويج تونسي وموضوع تونسي. الله يخليك، مبروك. شكرا. منيرة كيف اسمه أسمر، حكينا شوية على مشاركتك كيفاش كان، حكينا شوية على المنافسة كانت معناها موجودة بالكدا ولا لا، وكيف على الانتاج بتاعك. بالنسبة للمشاركة يعني كانت قياسية، فمنذ بداية مسابقة مصطفى عزوز يعني بدأت على النطاق المحلي ثم النطاق الوطني، وهي دورتها العاشرة يعني عربياً،
المنافسة هذه السنة كانت شديدة جدا. يعني الجائزة شهدت 83 مشاركة، منها 16 فقط تونسية، يعني بقية عربية. عندنا سوريين يعني ساكنين في المهجر شاركوا في الجائزة، عندنا فلسطينيين أيضا في المهجر شاركوا في الجائزة. الحمد لله، يعني أجمل ما في هذه الدورة أن التتويج كان تونسي، شهادة القلم التونسي، سواء يعني في الحقل التاريخي الذي ألبسه الدكتور الحجلاوي، يعني ثوب الأدب، أو في الموضوع الحر كما تداولت يعني في روايتي اسمه أسمر. اسمه أسمر تحصلت على الجائزة الأولى. الجائزة الثانية كانت من نصيب كاتب مصري. بالطبيعة الإشارة التي يجب أن نؤكد عليها، يعني دور منتدى أدب الطفل في تنشيط هذه الساحة التي تفتقر فعلا الأنشطة، يعني أدب الطفل لا يحظى بالاهتمام اللازم. نلاحظ أن منتدى الطفل برئاسة الأستاذ سعاد العفاس يعني يبذل مجهودا خارقا في سبيل يعني خدمة أدب الطفل، وفي سبيل الإحاطة بهذا المجال الكبير اللي بالحق يستحق يعني اهتمام كبير جدا. ونتمنى يعني لهنا ربما أنه يكون العمل هذايا ثلاثي. علاش ليه؟ علاش ما تهتمش به وزارة التربية كما يجب، خاصة أنه مرتبط بالطفل بالناشئة، أيضا وزارة الثقافة بما أنه يعني نشاط أدبي ويحرك الساحة الأدبية في تونس. يعني هنا أردت التأكيد فعلا على دور منتدى الطفل في تنشيط هذا الحقل وفي تشجيع الكتاب، لأنه 83 مشاركة ما شاء الله من بلدان مختلفة عربية. يعني تونس منتدى الطفل عطاها صيت جيد، خاصة جداً عصف الطفل على القراءة والكتابة، وكنا نلقاو احنا كيف معناها جوائز ومسابقات تخص الطفل من 12 16 سنه. كانوا فما متوجين توانسه في المجال هذايا زاد كيف المسابقات هذايا في الاطفال؟ نعم، وهذه من ميزه هذه الجائزه هي انها تمنح تسابق للكبار وتمنح تسابق للصغار، والحقيقه شفتوا الصغيرات نحبوا معناها نشجعوهم باش يقراوا ويكتبوا ويطلعوا. والله يا استاذه كانت هناك محاولات رائعه جدا، يعني مبشره وواعده، وتم تتويج عديد الأطفال حقيقة. أنا ليس لدي القائمة، ولكن تم تتويجهم وتمت حتى استدعائهم وإلقاء كلمة لهم، وهذا نفسيا عنده قيمة كبيرة جدا. فالحقيقة لابد أن ننوه بمجهود الأستاذة الفاضلة الأستاذة سعاد عفاس، لأنها هي القائمة على المنتدى، أن ننوه أيضا بلجنة التحكيم التي كانت لجنة الحقيقة يعني شفافة جدا ومحترفة جدا. تخيل يعني للطرفة أنه لآخر يوم قبل إعلان النتائج يتكلم رئيس لجنة التحكيم ويقول لا علم لي بمن فاز، عندي علم بالنصوص ولكن من أصحابها، لأن النصوص تذهب يعني بغير الأسماء، فعندي علم بالنصوص. وابتهج جدا لما وجد أنه أصدقائه فازوا، فقال أنا أعلم منكم النتائج. فهذه يعني في تونس أن تكون في الوضع هذا وتكون الشفافية هذه، وكلهم يعني قامات أدبية يعني. فالحقيقة شيء 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 مثلج الصدر. يا سيدي ألف مبروك مرة أخرى على التتويج. مبروك مدام منيرة، ومحلاها كي تولي معناها جائزة عربية ودولية كما قلت أنت، إن شاء الله اللي جاي خير، وإن شاء الله كيف رسالة مدام منيرة وصلت كيف لوزارة التربية ووزارة الثقافة، خاطره بالحق ولدت معناها مجال هذا للصراحة يحتاج إلى أكثر من والفئة هذه أستاذة، الفئة هذه فئة المراهقة وفئة ما بعد المراهقة، يعني فئة ما نسميها اليافعين، أدب اليافعين. فئة أول المستهدف كما تعلم ثقافيا في الواقع موجودة، استهداف عليها كبير، وبالتالي نحن في الأدب والفن بصورة عامة كيف يمكن استنقاذها أو إنقاذها بواسطة هذه الوسائل يعني السلمية والرائعة والفنية والمبدعة. يليت ولي تربينا عليها وكبرنا عليها يليت في تونس معاضة لفعل التربوي. نحن نشوفه توا يعني المدرسة والمؤسسة التعليمية يعني هي اللي تجابه الوحدة، يعني مخاطر الشارع ومخاطر الوسائل الرقمية وغيره كل ما يتعرض له الناشئة. يعني أدب الطفل يمكن أن يكون عضدا مهما للمؤسسة التعليمية، ولذلك يعني وزارة التربية لابد أن تنتبه لهذه الناحية، سواء في البرامج التعليمية سواء في الإحاطة ودعم مثل هذه التظاهرات، يعني اللي تقدم إنتاج للطفل ينجم يعاون في نحت شخصية يعني عارفة نفسها شكون وتدعيم هويتها
ونجنبوا يعني علاش بالطريقه هذه تشجعوهم هاو بالجوائز بالفلوس. المهم نشجعوا الصغار باش يرجعوا يقراوا ويكتبوا بالجانب الاعتباري وبالاعتراف بهم الاعتراف بهم كاطفال مبدعين. وانتم اقرب الاطفال في مجالكم تعرفوا معناها التكوين نتاع الطفل كيفاش كان وكيفاش ولا وشنو اللي مستهدفينه باش يولي باش يوصل الوضعيه الحاليه الغد لانه نشأت اليوم راهم هما رجال الغد فوالا والمخيف انها الفئه العمريه يعني هم لاق بامتياز يعني يتقبل ومستعد يتقبل اي نموذج يتقدم له ويتقمص ويتماهى مع ما يقراه مع ما يشاهده. بالتالي نحن في 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 صراع وادب الطفل هذا اعتقد لهذه الفئه هو عباره عن حصن وحصنهم هذه كل الاتجاهات الثقافيه في ادب الطفل الان تتجه كما قلت انت في صراع كلمه حلوه احنا تويكا في صراع مع الزمن وفي صراع مع اللي قاعد صاير هذا الكل بالضبط وان شاء الله اللي جاي خير. يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم مشكورين ومجهود كبير نعرف قايمين به مع الاطفال والصغيرات. ربي يعينكم ربي يوفقك استاذه يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. نمشيو للنغم الموالي ثم نواصل تفضل. كمال الزويلي مرحبا بك اولا. مرحبا عايشك ومرحبا بكم في باريس ونورتونا. وين موجودين حتى بالضبط الساعه؟ تو احنا موجودين في لونزيام في باريس مش بعيد على ريبوبليك وماشيين الفانسان. انت باعتبارك سايق تاكسي تو البقايا اللي في باريس اللي فيها الجاليه العربيه والمسلمه وخاصه الجاليه التونسيه شنو بالضبط؟ كاتشيما بلفي وبرفيلي لابيليت بورت ايطالي شويه مي فريمون لي بارتو ماتنو يعني الجاليه تحرص باش تزور الاماكن هذه باش تقضي قضيات باش كمال الزويلي مرحبا بك اولا. مرحبا عايشك ومرحبا بكم في باريس ونورتونا. وين موجودين حتى بالضبط الساعه؟ تو احنا موجودين في لونزيام في باريس مش بعيد على ريبوبليك وماشيين الفانسان. انت باعتبارك سايق تاكسي تو البقايا اللي في باريس اللي فيها الجاليه العربيه والمسلمه وخاصه الجاليه التونسيه شنو بالضبط؟ كاتشيما بلفي وبرفيلي لابيليت بورت ايطالي شويه مي فريمون لي بارتو ماتنو يعني الجاليه تحرص باش تزور الاماكن هذه باش تقضي قضيات باش يشوفوا بعضهم باش يسهروا غادي هكا ولا اكيد موجود كل شيء موجود لو غوستورون تونيزيان بارتو فريمون موجود كل شيء نحسبوا روحنا في تونس ما نقصنا حتى شيء. في الليل نمشوا الى دي صالون دي تي بارتو تاع توانسه نتلموا معناتها جو باهي الواقع جو باهي 90% دي كليون دي موندي فوزيت دو كيل بي تونسيا ماروك الجيري بيان سير توجور اول حاجه نقول لهم فو كونيت جيربا او نو جربا هي جزيره الاحلام وبالمناسبة نسلم على كل أهالينا في جربة ولاية مدنين بصفة عامة وبليس أنا خادم في التوريزم قبل في جربة بوندون 8 ans الحمد لله ديما نعطي نظرة باهية على تونس على جربة وان شاء الله القادم خير يعني التصرف هذا تبدا محسوبه يعني تحاول كون تعطي ايماج حلوه على على التونس اكيد خاطر احنا
احنا وجه تونس. تو تعرف اللي يعني عودة الجالية التونسية للأرض الوطن التونسي بيمثل رافد اقتصادي كبير. معناها التوانسة اللي برا نجم نقولوا مطالبين بالعودة باش يساهموا في عيش الاقتصاد في ظل الظروف الصعيبة اللي تعيشها البلد. بالنسبة لي أنا دومو كل عام نروح أون فوا بوندون ليتي في الصيف نمشي نشبعوا الأصحاب نعدوا شهير شهير ونص غادي بيسير. نحوس في تونس بارتو من جربال بنزرت معناتها ندوروا العجله بلغه اخرى ندوروا العجله وما عندنا حتى مزيه على تونس. تونس ديما تبقى في القلب. مرحبا بكم مرة أخرى. إذا باش نواصلوا مع التظاهرات اليوم باش نحكيوا على عيد الأمن وما أدراك من الأمن التونسي. تحية لكل قوات الأمن التونسي من شرطة حرس حماية مدنية سجون وإصلاح الناس الكل دمتم ذخرا للوطن. إذا عيد الأمن إن شاء الله يتعودنا عليه كل عام 18 أفريل لكن باش يبدأ من قبل أكيد أيامات تحضيرات أجواء حلوة برشا. السنة الفارطة كان في نابلس إن شاء الله باش يكون في بنزرت. خليني أكثر التفاصيل. حاضر معنا سي مراد مطر باشا رئيس ودادية أعوان وإطارات وزارة الداخلية. مرحبا بك. مرحبا بك سي مراد. يعيشك بارك الله فيك. إذا كل عام وأنتم حيين بخير. يعيشك بارك الله فيك. وربي يفضلكم لينا. والشعب التونسي حي بخير. يعيشك وربي يفضلكم لينا وكما قلنا إن شاء الله ربي يحميكم وإن شاء الله تقعدوا ديما هكا واقفين لبلادنا ولينا احنا أكيد. نعم. السنة شنو هو جديد في الدورة هذه؟ جديد في الدورة هذه هي خرجنا من الباركور العادي اللي كنا نعمله الشعلة معناتها من ولاية في نطاق الولاية. أي. معناتها ناخذوا احنا نقوموا بالتظاهرة متاعنا كل عام في ولاية نعملوا فيها النشاط متاعنا نعملوا فيها دورة متاع فوت معناتها كرة قدم مشغرة. أي. تتقابل فيها الأشلاك معناتها من كامل الوحدات الأمنية في من كامل الولايات يشاركوا معناتها اللي يرغبوا يشاركوا بالطبيعة من سرطة وحرس وحماية. بعد الدورة ذي نختموها بالشعلة الأمنية. أي. شنا خرجنا من الباركور شوية قلنا نعملوا الشعلة متاعنا تعمل ديبلاشمون معناتها من ولاية اللي انتخلت لتونس معناتها قصر كارتاج الرياج إن شاء الله. يستقبلها. أي نعم هذه جديدة. أي. يستقبلها القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية. أي. اللي هو يعطينا كلمة اليوم نقعد ونخدموا هذيك كلمة اليوم احنا نفهموها معناتها نقعد ونخدموا بها عام كامل اللي باش يعطيها لنا في عيد قوات الأمن الداخلي. أي. وفي اليوم هذاك يتم تكريم بعض القيادات الأمنية والضباط والأعوان نتاع قوات الأمن الداخلي. وان شاء الله معناتها احنا في الشعله هذه معناتها نعملوها حركه رمزيه باش تكون معناتها اطمئنان للشعب التونسي اللي الامن يخدم معناتها في عيد قوات الامن في عيد ويخدم معناتها في الفيشتات يخدم في الاحدات معناتها في الليل في النهار في كل بقعه. نحبوا نطمنوا الشعب التونسي ونحبوا معناتها نعطيو ميساج للامن واقف لهالبلاد هذه وماناش باش نسلموا بلادنا معناتها مهما تكون الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه واحد الكل. ان شاء الله تتحسن الاوضاع معناتها من الناحيه هذه تكون احنا ناقفوا للبلاد نتاعنا في كل ما هو يمش معناتها بتونس العزيزه هذه. دونك لو 14 تبداو المباريات هذه كره القدم نبداو الدوره معناتها الرياضيه باش تقابل فيها الوحدات الامنيه من كامل مختلف معناتها الاقاليم الامنيه. قلت لي هي لما ما بين زملاء عنده برشا زاده ما شافوش بعضهم صحيح كيف كيف احنا أي. احنا شفنا في التظاهرات اللي تعداو معناتها في الدورات اللي تعداو اللي فما معناتها زملاء ما يتقابلوش بالتكوين. أي. حتى كان تقابلوا في مهمات معناتها والحاله ما يجموش يقفوا يسلموا على بعضهم بحكم المهمات تبدا صحيح. هذا هوني والاخر غادي شوفوا بعضهم كان بالواحد لكن توا باش يتقابلوا بعضهم يسترجعوا ذكريات التكوين نتاعهم الاولاني التدريب الاولاني الاستاجات اللي عملوها معناتها لما حلوه برشا ونخرجوا حتى الطاقات نتاعهم من فوليوم تنفيسه احنا نقولوا تنفيسه صغيره عندنا خاطر من النشاط معناتها الشخصي بالنسبه للامني يغني يعمل نكت يفادلك كان نحتفلوا مع بعضنا بالطريقه هذيك معناتها ونديجاجيو شويه ستريس معناتها اللي نتاع عام كامل ويعاود يرجع معناتها يخدم في نطاق معناتها العمل نتاعه وحبه للخدمه هذه واحد. دونك حتى توصل نهار معناها تخرج منها فيها شعله من بنزرت حتى الكارتاج. الدوره الرياضيه توفى نهار 17 الصباح مع الاول مساء ننطلقوا في الشعلة الأمنية تقريبا مع 6 متاع العشية من أمام مقر ولاية بنزرت وناخذوا الطريق نتاعنا
المسلك معناتها نباتوا نمشيوا ليله كامله حتى لين نخرطوا ان شاء الله الصباح قدام البالي ان شاء الله. احنا سنه فرت كنا قدام هذه هو هذه الشعله الامنيه في القافرين سميناها اعطيناها شعار شعله التحدي وقتها طلعنا الجبل الشعام بيعملنا فيها جورنيه تحفون برشا اثناء الشعار كلنا فداء الوطن فوالا اثناء اخترنا شعار كلنا فداء الوطن احنا بتبيع الشعار هذا نحبوه برشا وتكون معناتها في التكوين نتاعنا اللي نكونوا فداء الوطن شنو اذا كان ما نكونوش فداء الوطن ما نخدموش الخدمه هذه صحيح ويلزم معناتها الشعب التونسي الكل يكون فداء الوطن لان بدنا نحافظوا على البلاد هذايا باش يعيشوا ولادنا والاجيال القادمه بعد وفي اطمئنان وطمأنينة ان شاء الله. ان شاء الله احنا كنا السنه فاتت قدمنا ربط مباشر مع اهل تونس ان شاء الله السنه كيف نقدموا ان شاء الله ومشكوره الوطنيه معناتها هذه اقل واجب صدقني مشكوره ديما معناتها تكرمنا وتتحفنا معناتها وتقف معنا وتعدينا في النشاط نتاعنا وبارك الله فيها وكنا زدا كيف عملناوا كيما كي قدمنا وحكينا زدا قدمت تحيه لكل عوان الشرطه والحرس والحمايه كذلك كيف نعاود مره اخرى زدا كيف نقدم الكل تحيه للمراه التونسيه اللي تشتغل في القطاع هذايا يعطيك الصحه وقبلة على جبينك ووردة نهديوها لك التوانسه الكل للمراه التونسيه اللي تشتغل في قطاع الامن هي دور موش سهل حتى ترفوه مش سهل عليكم فما بالك المرأة التونسية اللي شفتوها عندها عائلة وراها ربي يفضلكم كل عام وانتم حيين بخير وشكرا انه مرحبا بكم أتمنى ان شاء الله نكونوا حاضرين معكم كالعادة من خلال أهل تونس يعيشك خليني نهدي لكم بالنسبة هذه أغنية للفنان كاظم الساهر تفضل